صباح الخير وكل سنة وانتم طيبين. إن شاء الله يكون رمضان كريم عليكم وعلى الأمة الإسلامية جميعا. عايز أبارك لكل دكاترة الأسنان اللي كسبوا في اللوتري بتاع أمريكا، ألف مبروك. كذا واحد تواصل معايا علشان يعرفوا الخطوات اللي جاية بعد كده. هي الخطوات ملهاش علاقة بطب الأسنان بس ليها علاقة بالهجرة. ففي فورم الدي اس اعتقد 260 ده المفروض هيكملوه، يعني ما اقدرش افتيكو فيه كتير، ده لازم يعني حاجات بيانات شخصية بتقدروا تملوها. بس حبيت اقول لكم الف مبروك وان شاء الله ربنا يوفقكم وتيجوا امريكا بالسلامة وتكملوا. كذا واحد برضو كان سأل على موضوع الجامعة اللي في كاليفورنيا، اللي في المكسيك، اللي بتدي الرخصة بتاعت كاليفورنيا. هي نفس الجامعة اللي هي في مولدوفا، اللي بتدي نفس طريقة الجامعة اللي في مولدوفا اللي بتدي الرخصة لولاية كاليفورنيا. ليها ترخيص لكذا سنة والترخيص ده بيتجدد. المصاريف يمكن أرخص حبة بس مش أرخص كتير. طبعا العيشة في المكسيك هتبقى أرخص بس برضو هيبقى هتقدر تمارس طب الأسنان بس في ولاية كاليفورنيا، مش هتقدر تمشي برا. انا طبعا نصيحتي للناس ان هي تحاول تدخل اللي هو البروجرام العالي، الادفانس ستاندنج بروجرام، علشان تقدر تتخرج وتروح تشتغل في اي ولايه هم عايزينها. طبعا ما بنصحش ان يروح بس ولايه واحده، لان لو حصل مشكله وفقدت الرخصه في الولايه دي يبقى مش هتقدر تمارس طب الاسنان تاني في امريكا. فاتمنى ان يعني تخلوا النقطه دي في بالكم وانتوا بتقدموا على الجامعات ديت. الحاجة برضو التانية اللي عايز اقولها لكم ان التقديم اوريدي بدأ في جامعات كتيرة والديدلاين قرب في جامعات كتيرة. فاللي ما لحقش يقدم يبتدي يقدم، يبتدي يظبط ورا ويبتدي ياخد الامتحان التوفل. الناس اللي اخدوا امتحان البورد وبيسألوني على امتحان البورد هيبقى امتحان واحد السنة الجاية، ايوة السنة الجاية، بس انت مش عايز تستنى السنة الجاية لان مش عارفين الامتحان هيبقى عامل ازاي. على الاقل احنا عارفين الامتحان ده ازاي، وفي اسئله متسربه وفي ناس بتنجح بسهوله الحمد لله. كذا واحد الحمد لله دخلوا الامتحان ونجحوا، الف مبروك ليهم، ببارك لهم كلهم. فارجوكم محدش يحاول يستنى لان كل سنه القوانين بتتغير. يعني السنه دي احنا عارفين القوانين، السنه الجايه مش عارفين القوانين، والاعداد كمان بتزيد. فاللي عايز يقدم يقدم، وبالتوفيق لكم كلكم وان شاء الله نشوفكم على خير. كل سنة وانتم طيبين، وفي ان شاء الله لقاء بإذن الله مع دكتور أسنان من برضو أنجح دكاترة الأسنان في أمريكا قريب بإذن الله. حاول أعمله يمكن قبل رمضان ما يخلص. كل سنة وانتم طيبين، سلام عليكم.